والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية، وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج، وليس معها محرم لأن والدي متوفى وإخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج، هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها؟ أفيدون بهذا مأجوري. لا يجوز لها أن تأتي إلى الحج وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتي. والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها، إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت، وعدم القدرة هنا عجز شرعي، وإما أنه لا يجب عليها أداء، بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها. على كل حال، إني أقول لهذا السائل: لا تبق المرأة ذرعا بعدم قدرتها على الحج لعدم وجود المحرم، فإن ذلك لا يضرها ولا يلحقها إثم إذا ماتت وهي لم تحج، لأنها معذورة شرعا غير مستطيعة شرعا.